ضد عقلي يكون في عندي بسينة بالبيت. كنت أشوف الرياكشنز تبعونهم إنه قد هم مبسوطين، قلت إنه أوكي ليش ما أخده ككارير وأبلش أشتغل فيه. أنا مبسوطة كتير إنه اشتركت ببرنامج نجوم بلا حضور لننشر التوعية والإيجابية بين العالم. هي كلمة فاشينيستا هي تلبيق. طب وهلا بدي احط بيلا بالقفص لانه شوي عم بتعذبنا. انا نسرين من لبنان وانا ام لولدين مشتركه عن فئه حيوانات اليفه. خلص. طب وهلا بدي احط بيلا بالقفص لانه شوي عم بتعذبنا. كان ضد عقلي يكون في عندي بسينة بالبيت، بس من سنة وأكتر غيرت هيدا الشيء لما زوجي جاب لي أول بسينة وتعلقت فيها كتير، خاصة الأولاد بكون في شيء موجود بالبيت عم بسليهم. كل رفقاتي النسوان بيتحمسوا لما نزل فيديوز بسيناتي. كتير مبسوطين مع بعض، وانا مبسوطه كثير انه اشتركت ببرنامج نجوم بلا حدود لانه هدفي انه يكون عندي برنامج عن بيحكي عن الحيوانات الاليفه لننشر التوعيه والايجابيه بين العالم. يا مصطفى مستشارة المشترك عن فئة الحيوانات الأليفة. ولدت آية مصطفى ونشأت في قرية صغيرة بالقرب من الإسكندرية، ولم تتناسب تطلعاتها دائماً مع تقاليد مجتمعها، لكنها تمكنت بفضل شجاعتها وشغفها من تخطي الصعوبات وتحقيق أهدافها، واكتسبت في غضون سنوات قليلة شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الملايين يتابعون من خلال فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام فيديوهاتها وأخبارها. أظن أن عدد كبير من الفولورز بيتابعوني عشان خاطر ناس بتحب الكوميديا قوي، وأنا بعمل كوميديا ودايماً بعملها بشكل بسيط قوي بموبايلي، فالناس حاسة بالبساطة دي أن أنا زي أختهم، فده اللي مخلي الناس كتير قوي تتابعني على السوشيال ميديا. أظهرت آية ميولاً فنية منذ صغرها، وأتقنت رسم البورتري، ولاحقاً دفعها عشقها لأفلام الرعب إلى إمضاء ساعات طويلة أمام يوتيوب لتعلم مكياج المؤثرات الخاصة. وبعدما اكتسبت تقنيات هذا الفن أنشأت صفحة على فيسبوك لعرض أعمالها، واستطاعت المشاركة في أفلام سينمائية مصرية. أخويا بالراحة عليا شوية، في إيه؟ إهدى إهدى يابا، إحنا مش فيلم أوسكار. وفيما كانت أفلام الرعب وراء انطلاقة آية على السوشيال ميديا منحتها الكوميديا شهرتها الواسعة، والبداية كانت مع فيديو صورته بكاميرا هاتفها وقلدت فيه النساء اللواتي يضعن المكياج بشكل مبالغ فيه. نشرت آية الفيديو من باب التسلية، لكنها فوجئت بمدى التفاعل الذي أحدثه، فأصبحت منذ ذلك الحين تنشر باستمرار على صفحاتها وقنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تنقل فيها بطريقة كوميدية مواقف حياتية أو تعبر بسخرية عن رؤيتها للمجتمع المصري وعاداته وتقاليده. وقد استغلت آية شهرتها للمساعدة في الإضاءة على نشاطات إنسانية وفعاليات خيرية. أنا بقيت مستشارة في برنامج نجوم بلا حدود عشان أدعم جمعية رسالة، لأن الجمعية دي فعلاً محتاجة دعم ومساعدات كتير. من يتابع آية مصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضح له أنها تحب الحيوانات كثيراً، إذ غالباً ما تدافع عن حقوقها وتطالب بالاهتمام بها والتعامل معها برفق، وتنشر بعض الصور والفيديوهات المرتبطة بالحيوانات الأليفة. أنا بحب الحيوانات جداً، وعندي كلبة صغننة كده اسمها موكا، والناس عندي على الفيسبوك وإنستجرام بتحبها قوي، لأن أنا دايماً طول الوقت بنزل صور ليها وفيديوهات ليها، فحاسة إن الناس ارتبطوا بيها جداً لدرجة إن أنا بحس إنهم شايفينها كلبتهم مش كلبتي أنا. حلت الشابة المصرية ضيفة على قنوات تلفزيونية بارزة،
ودعيت إلى العديد من الفعاليات المرتبطة بدور المرأة في المجتمع، كما اختيرت من بين الشخصيات 20 الأكثر تأثيراً على السوشيال ميديا خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي استضافتها دبي عام 2016، ودعيت أيضاً للمشاركة في حدث نظمه فيسبوك للأشخاص الأكثر تأثيراً في مصر. ظبط. اسمي فرح الطاهر، مشتركة بفئة بيوتي اند فاشن، عمري 25 سنة. أنا فلسطينية أمريكية، عشت بالأردن وهلأ ساكنة بكاليفورنيا. بلشت يعني بس هيك بالبيت يعني هواية، بلشت أدرس جرافيكس اند أنيميشن، بعدين انتقلت لأدرس بزنس وبلشت أشتغل بالماركتينج لفاشن كومباني. كنت برضو بهذا الوقت انه لسه عم بعمل ميك اب لرفقاتي ولاهلي، لما كنت اشوف الرياكشنز تبعهم انه قد ايه هم مبسوطين، قلت انه اوكي ليش ما اخده ككارير وابلش اشتغل فيه. اخذت كورس بعمان، انتقلنا انا وزوجي على كاليفورنيا، من هناك بلشت ماي اون بزنس اللي سميتها سبيريت ميك اب. شيرين زعتري، مستشارة المشتركة عن فئة جمال. درست شيرين زعتري فنون التواصل، لكن الموضة لطالما كانت جزءاً مهماً من حياتها، لأنها نشأت في منزل كان الذوق الرفيع والأناقة طاغيين فيه، وتحول هذا الإلهام كما تقول شيرين إلى شغف وإعجاب، ثم إلى إخلاص وولاء. أكيد مش حياة لبنت بتحط ميك أب أو بتلبس حلو بتنعد فاشنيستا. هي كلمة فاشنيستا هي البنت اللي بتعرف تلبق تيابها أكتر، يعني مش ضروري يكونوا كلهم من براند معينة، في يكون شيء كتير كل العالم يقدروا يلبسوه، مع يعني هي التلبيق أكتر، قصة ذوق كيف بتحط الأشياء على بعضهم، كيف تلبسي أشياء بتلبق لك أكتر. أنشأت شيرين زعتري الموقع الإلكتروني فاشينيستا لبنان الذي خصصته لللايف ستايل والموضة، وكتبت مقالات عدة عن إطلالات الفنانات والإعلاميات، وهي تعشق السفر وتتنقل باستمرار بين دبي وبيروت في شكل أساسي. ما يميز شيرين زعتري عن باقي الفاشينيستاز مشاركتها عبر صفحتها على إنستغرام لصور تظهر فيها نجمات أو إعلاميات أو فاشينيستاز أخريات مع تعليقات تبين مدى إعجابها بإطلالاتهن. كما تتابع شيرين لحظة بلحظة على صفحتها ما يجري على السجادات الحمراء للمهرجانات العالمية والعربية. أنا ما بعتبر أن فاشينيستا هي مهنة، هي تعريف عن شخص مزوق وبيعرف يلبس. أكيد السوشيال ميديا لها تأثير كتير كبير إنه ضوت عليها أكتر، بس هي يعني البرة المزوقة موجودة من زمان، بس إنه هلأ لأنه العالم صار بيشوفوها أكتر إكسبوزد أكتر من وراء السوشيال ميديا. أنا بلشت البيج بالصدفة وما بحيث كنت بتخيل بوصل لهون. تصف بعض المواقع الإلكترونية العربية شيرين زعتري بأنها شخصية معروفة بأناقتها وذوقها الراقي المميز، تتابعها الآلاف من النساء حول العالم لمعرفة كل جديد في عالم الموضة، وليستلهمن منها الطرق المختلفة في تنسيق ملابسهن. تتطلع شيرين زعتري دائماً إلى اكتشاف اتجاهات جديدة وأنماط مختلفة ومشاركتها مع كل من يحب الذوق الرفيع والرقي، وهي تصف نفسها بأنها شخص يسعى إلى خلق شيء جميل من لا شيء. أنا عم شارك كمستشارة عن فئة الجمال ببرنامج نجوم بلا حدود لأدعم جمعية أجيالنا اللبنانية. هاي الجمعية بالذات
مثل حاضنة كل من الكبير للصغير للمريض لمرض القلب مرض الكانسير. عن جد كل العالم المحتاجة أو حيلا إنسان محتاج بالحياة ضمن هاي الجمعية، فأنا حبيت كتير أنه أدعمه.